بون بوغ الماتش الاول مع ايران كاينه واحد لا بروبابيليتي نقدروا نربحوهم غدا الماتش مع ايران. دابا حنايا كاع المغاربه كيبانوا لنا دوك الايرانيين ساهلين، ولكن لا راه صعاب هادو، غيتلقى معاهم مشكل غدا ان شاء الله. تنتوقع باش المقابله تدوز في ظروف جيده، ولكن يعني كاين واحد لصفر. انا بالنسبه ليا المغاربه غيربحوا بواحد لصفر. المنتخب الايراني حتى هو منتخب قوي جدا، يعني ماشي منتخب السهل اللي يعني حتى هو فريق منظم، تفرجت الماتشات ديالو يعني وان شاء الله يكون انتصار. البرتغال ماتش صعيب شويه، دونك الا ربحنا ماتش ديال ايران نقدروا نقولوا غير تعادل مع البرتغال راه مزيان لينا، وصبر لهم ديك الساعه غادي نتقاتلوا معاهم باش ما كان سواء ربحوهم سواء نتعادلوا. المهم كاين عندنا حظوظ، عندنا واحد 60% حتى 70% نقدروا ندوزوا للدوزيام تور. مي بون الماتش ديال ايران الا ما داش مزيان دونك صعيب باش نديروا زعما شي نتيجه مزيانه في الماتشات اللي من وراه. الماتشات صعاب، جينا في واحد الجروب هذا صعيب وصعيب بزاف. حنا عندنا افريقيا ولكن ما كنظنش واش المغرب غيدوز في هذاك الجروب، ما كنظنش واش غيدوز، لان كاين البرتغال تما عندهم فرقه مزيانه وكاين الاسبان حتى هي عندها فرقه مزيانه. حنا كنتمناو يدوزوا المغاربه ولكن صعيب بزاف. دو زوطر ماتش جو بو با، ولكن تيبقى دائما المغرب الى ربح الماتش الاول عنده امل كبير باش يتخطى هاد يدوز للدوزيام تور ان شاء الله. المنتخب البرتغالي حتى هو منتخب قوي جدا، عنده من نجوم كبار بحال كريستيانو رونالدو وبعض اللعابه حتى هما، غتكون ان شاء الله تعادل ضد المنتخب الصبليون حتى التعادل هادشي اللي غيكون. بالنسبه للماتش غدا المغرب وايران حنا كنتمناو ليه النجاح وثقتنا فيه كبيره، وان شاء الله ينجحوا يربحوا الماتش ديال غدا ويربحوا الماتش ان شاء الله الاخرين ان شاء الله.